لمزيد من المتابعة حول التطورات المدنية في جنوب لبنان ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد مرحبا. يعني المواجهات في الجبهة الشمالية مع لبنان تأخذ منحا تصاعدي بين قصف لبلدات لبنانية في الجنوب وأيضا استهداف لآليات وجنود عسكريين إسرائيليين في هذه المنطقة. ماذا لدينا في التفاصيل؟ نعم، اليوم هو اليوم الأول في الأسبوع الثالث من التوتر الشديد على الحدود اللبنانية الجنوبية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وفي هذا اليوم الذي يبدأ به الأسبوع الثالث ربما هو الأعنف منذ بداية المواجهات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. اليوم سقط 7 قتلى لحزب الله في الجنوب اللبناني وعدد من الإصابات الذي لم يتم حصره حتى الآن، ليرتفع إجمالي عدد القتلى بين صفوف المقاومة الإسلامية في لبنان إلى أكثر من 25 قتيلا على مدار الأيام التي بدأت فيها التوترات في 8 من شهر أكتوبر الجاري، حيث بدأت التوترات على الحدود الجنوبية بعد يوم واحد فقط من عملية طوفان الأقصى. اليوم امتدت دائرة الاشتباكات وامتدت أيضا دائرة التوتر لتشمل بلدات لبنانية بعيدة عن الحدود، كما امتدت أيضا في الجانب الإسرائيلي لتشمل مستوطنات وأهداف عسكرية غير تلك المتاخمة للحدود اللبنانية. وربما هذا الأمر يفسر أسباب قيام إسرائيل بإخلاء عدد من المستوطنات إضافة إلى المستوطنات التي تم إخلاءها في السابق. ولكن على الجانب اللبناني أيضا هناك عدد كبير جدا من النازحين الذين نزحوا إما إلى العاصمة اللبنانية بيروت أو مدينة صيدا أو مدينة صور إلى المدن بعيدا عن القرى الحدودية أو إلى مراكز إيواء تم تخصيصها لهذا الغرض في الجنوب اللبناني. ربما الأرقام تشير إلى أن هناك أكثر من 13,000 نازحا من القرى المتاخمة للحدود اللبنانية حتى الآن جراء الاشتباكات المتصاعدة بين الجانبين حتى الآن. شكرا جزيلا لك من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية.